Yo, what's up tout le monde, mon arbi comme le sekol, c'est Draco, and welcome to the dark web. Le web, ou qui m'en a fait une sekol, yani Google, Facebook, YouTube, eBay, ou le mail, ou Amazon, ou il a écrit les mines à l'khadamet, ou le mawak à l'in a fait une sekol. Bien sûr, tu n'as pas de chlon, ou des navigateurs marofiens, ma Google Chrome, Mozilla Firefox, ou ma habou de malayin, Internet Explorer. Lekin khalini kolkom, il y a le web en général, m'kassem à la hashtin. Hajaloula, ou le visible web, yani le web, l'in a fait une, ou intu a fait rame, tu chab, ou le deep web. Le web, le visible, les robots, t'as le faire, ça باش يلقاوك باش يحطوك ضمن لي سيت ويب المعروفين الكل اترفع مع قوانين ودينارم يلزمك تحترمهم ونفس العمليه تصير مع لي سيرش انجين كيما جوجل وغيره ملي نغم هذو بيان سور فما الفورما والمحتوى نتاع الموقع وهذا الكل يصير باش السيت ويب نتاعك يولي ريفيرونسي كيما بقيه المواقع وهذا الكل بيان سور في اللي موجود كان في الفيزيبل ويب اللي نعرفوه نحن لكن خليني نقول لك المواقع اللي نعرفوهم نحن الكل والمعروفين في العالم اجمع ما يمثلوا كان 4% فقط من الويب ككل 4% نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالموجود في الويب كامل يعني عبارة انت واقف في صحراء ولا في بحر والبلاصة اللي واقف فيها هي اللي تمثل فيزيبل ويب وبقية الصحراء هي تمثل الويب كامل خليني اقول لك اللي بقية 96% من الويب سايتس الموجودين في مواقع ماهمش ريفيرونسي من قبل لي روبو ولا حتى من ريسيرش انجين يعني ما يحترموش القوانين والا لي نورم ومجموع المواقع هذيك كل نلقاها موجودة في الديب ويب فما بحوث صارت عام 2001 عملتهم شركة اسمها Bright Planet تقول في الريسيرش نتاعها انه لو ديب ويب فيه اكثر ب 500 مرة معلومات اكثر من الموجودين في الفيزيبل ويب فما بحوث اخرى من عند ريفيو نتورك تقول انه اي ريسيرش على محرك البحث جوجل بوريك كان 0.03 من الموجود في الويب اجمع يعني تخش عليك شد موك على تصطاد في الحمام لكن ما تنجم تصطاد الحمامة كان اللي باش تطير 2 متر قدامك اكاهو خليني نزيد نفسركم الوضعيه اكثر بالتصويره نتاع البليزرد المعروفه هو انه الشيره اللي تراو فيها من فوق هذيك الفيزيبل ويب واللي يعرفها عامه الشعب لكن الشيره الموجوده تحت الماء هي اللي تضم الديب ويب برشا حاجات في بالهم اللي الديب ويب بلاصه ياسر خايبه وريبيتاسيون نتاعها سبقتها فيها برشا ميستريز وبرشا اسرار وكالريقه ذاك لكنها راهي تكنيكمون هي تكنيسيتي معينه تلم فيها لي سيت ويب ماهمش ريفيرونسي واللونسابل نتاع لي باج اللي في السيت ويب اللي تحطهم الكل في بلاصه اللي اسمها الديب لهنا خليني نقول لكم هذاك علاش هما نسبة كبيرة من العباد ما تفرقش ما بين الديب ويب والدارك ويب. برشا عباد يحسبوهم نفس الحاجة والا الديب ويب جوست عنده زوز اسامي اللي هو الديب والدارك. اوكي هما حاجتين مختلفين تماما. جوست كل الميديا الموجودة وورد وايد قاعدة تهول برشا في القضية وتخاف في الريبيتاسيون نتاع الديب ويب والا الدارك ويب. بون مانيش نحكي على الميديا نتاع تونس بيان سور اللي مازلت درون يعيطولها طيارة بدون طيار ووسيلة نتاع ارهاب. الويب كامل بصفة عامة عبارة على بحر. البلاصة اللي تعوم فيها انت هو الويب نورمال وينجموا يعوموا فيها العباد الكل. كي تزيد تقصر شوية غاديك وينجم تلقى الديب ويب. لكن خليني نقول لكم اللي القاع نتاع البحر هذاك بما يسمى الدارك ويب ومش اي عبد ينجم يوصل له الا بطرق ووسائل معينه كما قلت لكم البلاصه هذه اللي اسمها الدارك ويب مش متاحه للناس الكل يعني لازمها مستلزمات باش نجم تدخل للدارك ويب اغلبيه الويب سايتس الموجودين في الدارك ويب تمت برمجتهم انهم باش ما يكونوش ريفيرونسيين من السيرش انجين الاخرين يعني كي تلوج عليهم في جوجل كروم وزلا فايرفوكس ولا غيره ما تلقاهمش واليو ار ال نتاعهم يتم ترجمتهم كان بدي ان اس سيرفرز خاصين اكثر مثال معروف هو دوت اونيون ما تنجم تقراهم لستيتيتهم الا ما يكون عندك دي نافيغاتور بريفي ومنهم دارك ويب تور او ظهور للدارك ويب كان عام 1960 وتخلق باش يكون فيه وسائل تاع تبادل تاع اتصالات خاصين ما يسمع بهم حد وما يراهم حد الكرياسيون كانت ثانكس تو اجونس اللي اسمها داربا هي الاجونس هذه تابعه الدفاع نتاع الولايات المتحده الامريكيه ومهمتها هي باش تكون انها تطوير التكنولوجيا باش ترجع النفع على الجيش الامريكي واول اجونس صار بيناتهم هو ما يخليش الاي بي ادرسز يظهروا وسيرتو انهم ما يجاوبوش للريكويستس وهذا يخليك تو كومونيك وتيشانج لي زانفورماسيون ما غير ما يشرب لك الحاكا وما غير ما يتم معاقبتك في الادريس اي بي نتاعك هذاك علاش يخلي برشا ديزاكتيفيتي ايليغال يصيروا في الدارك ويب تور هو اسم نافيغاتور اللي نجم تاكسيد بيه للدارك ويب لكن فما برشا عباد يستعملوه لغايات اخرى وهي باش يخبيو لي زادريس اي بي نتاعهم هكاك ما تنجمش العباد تترسيك وحتى من الفورنيسور انترنت نتاعك ما نجمش يترسيك توا خليني نقول لكم على اتعس حاجات تنجموا تلقاهم في الدارك ويب الفا باي هو اكثر ماركت معروف في الدارك ويب وين تنجم تلقى فيه حليب الغوله ليترلي حليب الغوله تنجم تلقى حاجات مسروقه تنجم تلقى هاكينج تولز تنجم تلقى كريديت كاردز سلاحات ار بي جي اي حاجه تنجم تتصورها في بالك السيت الثاني اسمه سيلك رود اللي هو اكثر سيت معروف نتاع
هيروين كوكايين مهما كان البويزن اللي تلوج عليه تنجم تلقاه في السيت هذايا اللي خلى برشا دي ميديا وورد وايد تحكيو عليه وهذا كان سبب من الاسباب اللي قاعده تفزت في الريبيوتاسيون تاع دارك ويب. توا خليني نقدم لكم استراتيجيك انتليجنس نتورك. السيت ويب هذايا معروف ياسر والكونتنت الموجود فيه عباره على فايلز يعني بوان دوك بي دي اف باي بوينت الى اخره. السيت هذا تخلق انه باش يعاونك وقت اللي تصير كارثه طبيعيه والا تصير حرب عالميه ثالثه ولا حتى زومبي ابوكاليبس. هو قلنا فيه برشا طرق يعلمك هاو تو سرفايف، برشا معلومات فيه يعلموك كيفاش تصنع لي كابل، كيفاش يسرفايف في الثلج، كيفاش تعيش اكثر ايامات من غير ماء، وبرشا حاجات من اللي عندك عليهم حب اطلاع وتحب تعرفهم. وفما اوف كورس برشا دي ويب سايتس مش نجم نسميهم يصيروا فيهم برشا حكايات كيما قتل كيما اغتصاب عنف تكسير وحتى بيعان عبيد. وخليني نقول لكم واحدة من اللي روم المعروفين على الاخر في الويب سايت هذوما اسمها The Monkey Room. هو عبارة على لايف ستريم واحد حال الكاميرا متاعه وبرشا فيورز يتفرجوا فيه واي حاجة تحبها تصير للعبد هذاك تصير اما لازمك تخلص عليها مش بالدولار ولا بالدينار ولا بالاورو بالبيتكوين. برشا اسرار وبرشا خفايا وبرشا حكايات قاعدة تصير في الدارك ويب وسيرتو على الماسونية. حاول زادة الغاز موجودة في العالم ما تمش حلها، جنون وحوش اي حاجة تنجم تخبيها الميديا ولا ما تنجمش الميديا توصل لها تنجم تلقاها في الدارك ويب. مانيش قاعد نشجع فيكم باش تدخلوا الدارك ويب ولا باش تعيشوا الاكسبيريونس فيه، جست تنجموا تمشيو اليوتيوب ولا جوجل تنجموا تقراوا بوكو دارتيكل تتفرجوا بوكو فيديو يحكيو على الدارك ويب ولا على الديب ويب اون جينيرال. انا جست عملت الفيديو هذي باش تحاول تاخذ فكرة عامة على الموضوع. وريت اللي حكيتو كل في الفيديو ما يجيش بورسنتاج صغير يحكي على موضوع الدارك ويب. الو فوالا يا جماعه لهنا وصلنا اخر الفيديو، ما تنساوش تعملوا طلع على الفيديو الاخرين، حطوا لي في الكومنتير شنو رايكم في الديب ويب في الدارك ويب، اذا كنت دخلت الدارك ويب وشنو كانت الاكسبيريونس نتاعك. تفرج على اللايك بوتن كي عجبتك الابيزود هذايا، ما تنساوش زيد تفرجوا على السبسكرايب بوتن قريب نغطوا 100,000 يا جماعه. سينو نقول لكم سي يو نيكست تايم، بيس.